اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى موجز الاهم الانباء من قناه النبأ الاخباريه. استشهد 3 أشخاص وجرح 36 اخرون في تفجير انتحاري الاربعاء امام مجمع المحاكم في مدينه مصراته، وذلك وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم مستشفى مصراته المركزي اكرم اجلوان. هذا وافادت مديريه الامن بالمدينه في مؤتمر صحفي اليوم انهم فككوا سياره ملغمه كانت تحمل كميات كبيره من المتفجرات وموصوله باسلاك كهربائيه. ومن جانبه اكد عميد بلديه سرت محمد شتاوي انهم فعلوا خطه امنيه بالمدينه وستنفذ بشكل صارم وفق تعبيره. قال مصدر من الغرفة الأمنية المشتركة في مصراتة إن الغرفة رفعت درجة التأهب القصوى في المدينة على خلفية التفجير الانتحاري. المصدر أكد في اتصال هاتفي مع قناة النبأ استشهاد أحد منتسبي الغرفة في التفجير وإصابة 2 آخرين، ومشيرا إلى أن إصاباتهم متوسطة. ومن جهة أخرى وجه مستشفى مصراته المركزي نداء عاجلا للعناصر الطبية والطبية المساعدة للاستنفار والتوجه إلى المستشفى لتغطية العجز في التعامل مع الإصابات الطارئة التي وصلت للمستشفى قبل قليل. أعلن قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى مصراته المركزي أنه بحاجة ماسة إلى كميات من الدم من جميع الفصائل. تتواصل الاشتباكات في مدينة مصراتة للأسبوع الثالث على التوالي بين الكتيبة 48 من جهة وغرفة عمليات الوادي من جهة أخرى. هذا واتهم الناطق باسم الكتيبة 48 وليد زريق في اتصال هاتفي مع قناة النبأ اتهم غرفة الوادي باستغلال التزام الكتيبة لوقف إطلاق النار عبر التقدم في المحاور، ومؤكدا أنهم في موقف دفاعي عن النفس بحسب قوله. ختام الموجز، شكرا لكم ودمتم في أمان الله.